مجلس علماء الإمارات تأسس ممكن بشهر 2 من هذا العام 2016، وهدف من تأسيسه والهدف من وراء تأسيسه هو تغيير توجهات الدولة. احنا دولة ندرك التغييرات قبل ما تستوي، ندرك التحديات اللي يمكن نواجهها قبل ما نوصل لمرحلة احنا محتاجين ندرك هذه التحديات. فيا تأسيس مجلس علماء الإمارات مع التغيير الوزاري الأخير في شهر 2 من 2016، والهدف منه أنه أول شيء استشرافا للمستقبل، وثاني شيء أن يكون لنا دواعم وأعمدة وأساس سميك من العلوم والتكنولوجيا لاقتصاد ما بعد النفط لدولة الإمارات تسعى له.